وللمزيد حول العاصفة دانيال وأثارها ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بعد التحية حدثنا عن هذا الإعصار وما المتوقع خلال الساعات القادمة تحديدا 72 ساعة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل متابع لما يحدث الآن في مناطق الساحل الشمالي الغربي بسبب هو يعني العاصفة دانيال تحولت بمجرد انتقالها عبر البحر المتوسط إلى مناطق شمال أفريقيا وبالخصوص المناطق الليبية إلى منخفض سطحي مغلق، ولكن حمل بكميات كبيرة من بخار المية عبر البحر المتوسط، وهذا ما أدى إلى هذه السيول والفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الشمال وخاصة الشمال الشرقي الليبي. عند انتقالها صباح أو فجر اليوم اتجاه الحدود الغربية المصرية ومناطق بالتحديد مناطق هضبة السلوم وسيوة ومناطق غرب مطروح، تحولت إلى يعني منخفض نوعا ما أضعف بكثير من هذا المنخفض القابع في مناطق الليبية، ونتج عنه بعض الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وهي أمطار رعدية، بالإضافة إلى سرعات عالية نوعا ما من الرياح في مناطق ساحل الشمال الغربي. الآن وصل هذا المنخفض شرقا على حدود الدلتا الغربية وبالخصوص مناطق غرب الأسكندرية، ما زال محتفظ ببعض قوته ولكن ستتلاشى هذه القوة بمرور الوقت. وما تبقى من هذا المنخفض هو بعض سرعات الرياح وبعض الأتربة العالقة في الأجواء، ولكنها لن تصل إلى مرحلة العواصف الترابية إن شاء الله. متوقع أن يستمر هذا الشكل من المظاهر المرتبطة بهذا المنخفض غدا الثلاثاء في صورة أمطار أيضا على نفس المناطق من الساحل الشمالي وبعض مناطق شمال الدلتا، وقد تتوغل نوعا ما تجاه الداخل داخل الدلتا في صورة أمطار خفيفة، ثم تقريبا يعني ينتهي المظهر الخاص بالسرعات العالية من الرياح أو العواصف أو الأتربة العالقة. على الأربعاء إن شاء الله سيتوجه هذا المنخفض شرقا ويقل أو يضعف تدريجيا ويتبقى منه بعض الأمطار في مناطق سيناء. نتحدث حتى يوم الأربعاء دكتور فهيمي، يعني نتحدث عن ثلاثة أيام وحدة هذا الإعصار تنخفض بشكل كبير، يعني هي تنخفض تدريجيا. يعني للأربعاء سينتهي تماما بنهاية يوم الأربعاء، يتبقى منه بعض الأمطار على بعض مدن القناة ومناطق شمال سيناء وأحيانا وسط وجنوب سيناء في صورة أمطار خفيفة. إذا تحدثنا عن التفسير العلمي، يعني هي ظاهرة مناخية نادرة ونادرة الحدوث ولأول مرة تحدث في المنطقة، ما هو التفسير العلمي لهذا الإعصار وإلى أي مدى يدل على أننا يعني مقبلون على تغيرات مناخية وظواهر مناخية جديدة في المنطقة؟ العالم كله مقبل على هذا التغير الكبير في المناخ، ولعل المنطقة منطقة شرق المتوسط، يعني ما حدث في ليبيا بالتحديد، يعني ما حدث في اليونان قبل وصوله لليبيا قد يكون طبيعيا نوعا ما من ناحية الحدة أو العنف، ولكن ليس طبيعيا من ناحية التوقيت. احنا ما زلنا في فصل الصيف، فصل الصيف سينتهي في خلال أقل من أسبوعين من الآن، ولكن ما زلنا في فصل الصيف ومناطق شمال أفريقيا غير معتادة على أمطار صيفية، هي أمطارها شتوية. هذا ما سيحدث خلال الفترات القادمة للأسف الشديد، ولعل العالم كله تابع مخرجات مؤتمر المناخ شرم الشيخ الكوب 27، وكان أهم ما خرج عن هذا المؤتمر هو إقرار مبدأ الخسائر والأضرار، أن يقوم العالم المتقدم الدول المتقدمة الصناعية الكبرى والمسبب الأكبر لظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري بتعويض الدول المضارة. يعني ليبيا الآن فقدت آلاف الأرواح وفقدت بنية تحتية وفقدت كثير من الأمور الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات، يعني ليبيا لا تشارك بأي حال من الأحوال في غازات الاحتباس الحراري، يعني كل أفريقيا لا تشارك إلا ب3%، يعني هذا ليس ذنب هذه الدول، وبالتالي يجب تفعيل ما تم إقراره في مؤتمر المناخ، تفعيل صندوق الأضرار والخسائر، وهذا ما نتوقعه ونتمناه خلال المؤتمر الكوب 28 إن شاء الله في الإمارات. طب دكتور فهيم، أخيرا يعني السؤال الأهم الذي يشغل بال الشارع المصري في هذه الأثناء، ما هي
النصائح التي يمكن أن توجه للمواطنين للتعامل مع تداعيات هذا الإعصار خلال الساعات المقبلة، تحديدا نتحدث عن 72 ساعة حتى يوم الأربعاء؟ المناطق المعرضة نوعا ما لهذه المظاهر هي ما زالت مناطق الساحل الشمالي الغربي، ولذلك يجب الحذر الشديد في التحرك ما بين المناطق، يعني مناطق غرب وشرق مطروح، الوديان، إن كان في بعض الأنشطة أو بعض المواطنين الموجودين في الوديان يجب أن يكون هناك حذر شديد من وجودهم في الوديان. تعلم حضرتك أن عند وجود بعض الأمطار الأماكن المرشح وجود فيها أمطار أو ما يسمى بالجرائن السطحية الوديان، فكل أهالينا في البد وفي مناطق البدوية وفي مطروح الموجودون في مناطق الوديان عليهم الحذر الشديد. أما مناطق الداخل فيتبقى بعض الأمطار نوعا ما في مناطق الساحل الشمالي، الساحل الشمالي شمال الدلتا بالتحديد ومناطق شمال سيناء، فيجب أن يعني يكون هناك حذر في عند وجود سرعات عالية من الرياح، عدم التواجد تحت الأعمدة الكهربائية، عدم التواجد في الأماكن المفتوحة نوعا ما. أما بالنسبة للمزارعين وهذه نصيحة مهمة، وخاصة نحن في توقيت حصاد الأرز وحصاد بعض المحاصيل مثل القطن، يجب أن يكون هناك يعني حذر من عدم حصاد الأرز غدا أو نشره، حتى لو في مناشر موجودة للأرز يجب أن يتم الحفاظ على المحصول الموجود وعدم تعرضه للأمطار في حالة وجود أمطار، بسبب أن للأسف التوقعات في مثل هذا التوقيت من السنة تكون متغيرة. صحيح. والنماذج لا تلاحق التسارع الموجود، لأني أنا لا في الصيف ولا في الشتاء، وبالتالي هذه مرحلة انتقالية تسارع كبير جدا، ولكن الحذر هنا مهم جدا لكل أهلنا سواء كان في البادو أو أهلنا المزارعين. دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.